مع ما شاهدته الأسبوعين الأخيرة التقلبات الجوية واللي شملت عدة مناطق في السعودية وأدت بالطبع لتعليق الدراسة أحيانا في المدارس والجامعات كذلك، تصاعدت شكاوى مما وصفه البعض بالعشوائية في قرارات تعليق الدراسة لأنه تتأخر في بعض الأحيان رغم التنبيهات الجوية اللي تكون متقدمة، وفي أحيان أخرى قد تقرر جامعة ما أو أكثر من جامعة أنها ما تعلق الدراسة رغم أن المدارس في ذات المنطقة أو الجامعات في ذات المنطقة تكون قد أعلنت عن تعليق الدراسة. عن هالموضوع معنا مباشرة الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي في وزارة التعليم. أبو يزيد شكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع. العفو أخي علي، هلا بك. طيب نبدأ موضوعنا عن العشوائية، إيش أسباب التضارب العشوائية في تعليق الدراسة خصوصا في التقلبات الجوية؟ لو تلاحظ يعني أنه أحيانا يكون التعليق في منطقة واسعة يعني في أكثر من محافظة وأكثر من مملكة، وبطبيعة الحال أن المؤثر المناخي أحيانا يكون يعني مختلف من مكان إلى مكان، يعني فالتوقعات قد تكون مثلا أنه يزول مثلا هنا في الرياض لكنه قد لا يزول في القصيم أو كذا، يعني أو وقت مثلا تغير هذا المناخ، هذا أحد العوامل. أضف إلى هذا أنه أيضا كثير من في الآلية السابقة قبل طبعا صدور قرار مع الوزير الأخير، الآلية أنه من مسؤولية مدير التعليم هو الذي يتابع هذا الموضوع، هو الذي ينسق مع الجهات التي لها علاقة بالموضوع لهيئة الأرصاد والدفاع المدني، فلاحظ عندنا أكثر من جهة هي كلها تتواصل مع تتعامل مع هيئة الأرصاد. هذه التعديدات إذا ما رأينا أن لدينا 46 أو 46 إدارة تعليم، هذا أيضا مؤشر في تعدد الجهات، لكن الآن في ضوء هذا القرار الأخير الذي أصدره مع الوزير تقريبا نظم هذا الأمر وجعله في لجنة واحدة هي والله التي... يا ليت من الأول، لأنه بعض الصلاحيات، المشكلة يا أستاذ مبارك بعض الصلاحيات أعطيت للي ما يتصدر للمواقف ما يحسمها، يعني هذا اللي احنا كنا حاولنا نسلط عليه الضوء خاصة في حلقة اليوم، يعني لابد ان الوزارة تتدخل في هالأمر عشان انت تاخذ قرار بعضهم ما راح اقولها بس يتحلى ببعض الجبن انه ما يقدر ياخذ القرار مع احترامي لهم. لأنك لاحظت أنت الآن هذه اللجنة هي تحسم هذا الموضوع، يعني الآلية الآن نستطيع أن نفهمها من الخطوة الأخيرة التي تعالج مثل ما أشرت إليه من تباينات، إنه هذه اللجنة طبعا يرأسها معالي النائب، يعني لجنة عالية المستوى ومعه وكلاء الوزارة ومدير عام الأمن والسلامة في الوزارة، بالإضافة إلى طبعا الجهات هيئة الأرصاد والدفاع المدني تتعامل مع هذه اللجنة مباشرة. المحافظة أو إدارة التعليم المنطقة التي تتعرض إلى حالة جوية معينة، مدير التعليم مباشرة هو يبقى على الصلة مع هذه اللجنة، ومن خلال اللجنة يتم تعليق في هذه المحافظة. هذا اللي حنا نبيه، بيض الله وجيهكم، هذا اللي حنا نبيه، بيض الله وجيهكم ولا نقدر نزايد عليكم في هالموضوع إذا وصلتوا لهالمرحلة، لأنه حنا مثلا أعطيك إياها بالتراكمات الزمنية سابقا، معليش جامعة يعني احنا انا احترم كلامك لما ذكرت في البداية الى انه منطقة تكون مترامية الاطراف، بس حتى ولو احنا نتكلم على ابناء البيت الواحد بنات البيت الواحد، انا فلان في الجامعة الفلانية والله معلقة الدراسة، اختي ولا اخوي لا والله بكرة نداوم، ايش هذا التضارب؟ يعني معليش المفروض يربط بالامارة او بادارة التعليم، اذا مدير الجامعة او بعض المدراء للتعليم في بعض المناطق ما عنده القدرة أن يحسم هذا القرار، لا يا حبيبي اللجنة تكفي وتوفي. هي طبعا تلاحظ أخي علي أنه في الأول هي الآلية التي وضعت وطبقت الآن، ودائما أي نظام يخضع للمتابعة والملاحظة والتدقيق والمراجعة وكذا، هذا نوع من المراجعة، وإذا ما ظهر فيه بعض الملاحظات والتباينات أو ما أشرت إليه تتم معالجته، وهذا الذي تم، هذا اللي حصل الآن، هي محاولة فعلا هي معالجة ما يحدث من أشياء قد تنتج عنها مثلا تباينات في تعليق الدراسة في مكان والمكان المجاور للجديد. جيد أستاذ مبارك، بيض الله وجيهكم في خصوص هذا الملف، نقفله الآن، ناخذ الشق الآخر من الملف تبع تعليق الدراسة، يعني يعني أنا وشلون أفهم والمشاهدين والمتابعين كيف يفهمون؟ أنت وضح لي إياها، لأنه التغريدة والنص الرسمي الذي صدر كان مبهم بصراحة، كيف يكون في تعليق الدراسة للطلاب فقط باستثناء الكادر التعليمي؟ يعني هذولا عندهم رئة وذولا عندهم رئة أخرى.
لا بقى المعلم أخوي علي عنده مهام ترى متعددة وكثيرة غير مهمة الطالب أو المرتبطة في القاعة الصفية بالفصل. في مهام أخرى هناك، فيه هناك يعني أمور تتعلق بإقامة الورش العمل، عنده زيارات المشرفين، عنده أيضا جوانب المناقشات والحوار ومعالجات الملاحظات الموجودة، استكمال ما لديه من عمل مكتبية. بس يا سيد مبارك احنا قلنا تعليق الدراسة، يعني معلش خلي عطني على قد فهمي، عطني على قد فهمي، في مباراة لكرة القدم صار في سوء للأحوال الجوية، أعلق أقول والله اللاعبين أنتم معذورين من الحضور، لكن الحكم وحكم الراية والجمهور لا لازم تجون، ما استوعبتها. لا هو بكذا، إذا وضعنا بهذه المشابهات ستبقى عندنا يعني الصورة كما أشرت إليها، لكن إذا ما نظرنا من نقطتين وحدثتين، أولا أن المعلم موظف والطالب غير، يعني يختلف الربط بينه وبين الطالب، هذا أيضا فيه نظر يعني ليس دقيقا، يعني المعلم كما أشرت لك أخوي علي أنه لديه مهام أخرى، الوزارة وإدارة التعليم من حقها فعلا أن تستغل مثل هذه الفرص إذا يعني لإنهاء بعض الأمور التي تتعلق بالمعلم والمعلم علاقة فيها. أنا قلت لك أنا ممكن تقام ورشة، ممكن تقام لقاء، ممكن صحيح كلام يا سيد مبارك. سيد مبارك خلينا نتفق على حلقة وصل، صحيح كلامك وصحيح كلامي، بس إلى الآن أنا أتكلم على السلامة والأمان ومبدأ الصحة العامة، كيف يكون في تراتبات للمعلم بينما الأولوية حتى في وزارة التعليم، وحتى أنا أحترم أنه الموظف المعلم موظف ومجبر أن يؤدي هذه المهمة، لكن في أولوية هي السلامة والصحة العامة. طيب جميل جدا، أنا معك أخوي علي، خلينا نقف عند موضوع السلامة الآن. يعني هذا اليوم الذي علقت فيه دراسة الأولاد وحضور الأولاد كلنا سنداوم، أنت وأنا وزملائنا المعلمين وزملائنا في كل الوزارات كلهم يذهبوا إلى أماكن عملهم. يعني لو تلاحظ إذا جينا منطقة السلام، إذا الأمر الذي يهدد المعلم أو يتعرض فيه خطر المعلم أنا أيضا وأنت أيضا حتى لا تذهب إلى عملك أيضا إذا جاء الموضوع من منطقة السلام، وإذا رأينا أنه ممكن الاستفادة من غياب الطلاب في إنجاز بعض المهام التي تتعلق بالمهنة نفسها أو الاستفادة من هذا الوقت، هذا منطقي أيضا، مع أن القرار يعني عالج هذا عند الطلاب حتى في الأيام التي لا تعلق فيها الدراسة، وأشار إلى أنه من صلاحية اللجنة أن تعلق أيضا حضور المعلمين إذا رأت ظروف معينة، يعني ممكن تعلق أيضا، يعني من صلاحياتها مع الوزير أجاز أعطاها الصلاحية أيضا. فالأمر فيه تفاصيل وفيه يعني تخويل اللجنة بأنها تقوم بالعمل وفق ما تراه يعني مناسب، يعني اللجنة هي اللي تقرر. يعني مثلا أنا فهمت من كلامك أستاذ مبارك إلى أنه هذه اللجنة فيما يخص تعليق الدراسة بناء على سوء الأحوال الجوية، أنه ممكن مثلا لا قدر الله صار في سوء أحوال جوية يعلق الدراسة ويشمل حتى المعلمين والمعلمات، صح؟ ممكن اللجنة تقرر، ممكن تقرر اللجنة هي اللي تقرر، أيوة ممكن تقرر حضور المعلمين دون حضور الطلاب. خلاص أوكي. ولو لحق حتى يعني ما يشمل الطلاب في موضوع اللجنة بناء لتعليق الدراسة بناء على سوء الأحوال أيضا يشمل المعلمين والمعلمات، صحيح؟ بحسب تقدير اللجنة. أوكي. إذا أحيانا ممكن الظرف لا يستطيع. طيب أستاذ مبارك الآن السؤال المهم، بما أنه وصلنا لهذه النقطة وأنا أشكرك على هذا التوضيح، إيش هي الآليات اللي بناء عليها هاللجنة بتعلق الدراسة؟ أنا قلت لك أنه عندنا دليل أصلاً إجرائي موجود من قبل موضحاً فيه حالة الجو وتقديرها حالة الجو سواء كان ممطراً أو كان مغبراً، يعني وتحديد خطورتها وزمن بدايتها وزمن نهايتها، هذا جانب علمي يعني من الجهة المعنية لهيئة الوصاد وحماية البيئة، يعني متى تدخل هذه الحالة ومتى تنقشع أو تزول. هذا الأمر يبقى دور الوزارة هنا هو التعليق، هل يحضر الطلاب والمعلمون أو يحضر الطلاب والمعلمون لا يحضرون، وماذا يعمل المعلم إذا جاء؟ طيب يعني في بعض الأحيان أستاذ مبارك يعني. إيه في بعض الأحيان يصيروا أنتم مثلا ما قصرتوا ونوهتوا وأعلنتوا، إدارة التعليم أعلنت والجهات المعنية أعلنت والأحوال الجوية نبهوا وحذروا من بدري، لكن نعم. في بعض الأحيان معليش وأتمنى أنك تكون منصف حتى في الرد عليها، في بعض الأحيان يكون في تأخير متعمد من قبل الجهات الأكاديمية أو حتى التعليمية. لا شوف علي أنا ما أقدر أقول لك أنه متعمد، لأن الموضوع هنا يجي فيه اجتهاد، وأحيانا لاحظ التقارير تجيك مثلا أنه الرأي الفصل في التقرير يأتي مثلا الساعة 11 من الليل مثلا أو بعد 12، يعني تحصل مثلا التقارير تأتي في فترات بعد 3 ساعات في تقرير تفصيلي بعد كذا مع الجهات المعنية.
يعني ما أعتقد أن هناك أحد يعني سيتعمد فعلا أنه يربك الناس بهذا الشكل، لكنه انقشاع هذه الحالة وزوالها ومدى أثرها على الأرض بعد ما تنتهي كيف يكون، هذا هو اللي يخلي عندنا شيء من التردد. اللحظة الأخيرة في الفترة الأخيرة لآخر تعليق الدراسة من الساعة الثانية تقريبا زالت الحالة الجوية وأصبحنا والجو طبيعي يعني لو لاحظت. اي بس هذه احداث تتفاوت استاذ مبارك، لكن زي ما قلنا احنا دائما نحاول انه نركز على الصحه والسلامه العامه. على كل الله لا يجيب سوء احوال جويه. هذه النقطه ابو حسين لو سمحتي، في هذه النقطه لو لاحظت ترى قرار مع الوزير ايضا اتاح ايضا الفرصه للطلاب اللي عندهم ظروف في حال لم تعلق الدراسه وفي الحاله الجويه ما يمكن يؤثر، قال انه ايضا من صلاحيات اولياء امور الطلاب الذين لديهم حالات صحيه أن يغيبوهم ومقبولة أعذارهم، يعني جزء من تحمل المسؤولية، جزء من الشراكة، جزء من التواصل، جزء من الوروح بين البيت وبين المدرسة في التعامل مع هذه لفتة جيدة بصراحة، هذه لفتة جيدة. على كل الله لا يجيب سوء أحوال جوية والله يعافينا وإياكم من تعليق الدراسة بعد. على كل أستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي في وزارة التعليم السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.